أهلا وسهلا بكم، تحية طيبة لكم جميعا. هذه قناة حياتنا وورد لايف، قناتنا تعليمية وترفيهية من الصف الأول إلى الصف العاشر، وقناتنا تقدم شروحات حصرية لمادة كلوز أب ولوك اللي هو منهاج اللغة الإنجليزية للمدارس الخاصة في الأردن. اليوم رح نركز أعزائنا على طلاب الصف السابع مادة العربية لغتي، واليوم هو شرح لآخر وحدة من هذه الوحدات اللي هي الوحدة الخامسة التي رح نحكي فيها عن أدبنا العربي القديم. طبعا حاتم الطائي يقول: وإني لأقري الضيف قبل سؤاله وأطعن قدما والأسنة ترعف. رح نبلش بالبداية في درس الاستماع، وفي عندي كما نرى في هذه الصورة قصة شكلها تتعلق بإيش بالصفة الذميمة التي اشتركت فيها بعض شخصيات نص الاستماع. رح نستمع لشوية شخصيات ونعرف عنها انه في اشي مشترك بيناتهم. في هون صورة شكلها عم تفرجي قطعة اموال، هو الاخ مش عاجبه، وهون الاخ كمان نراها في الصورة شكله جمع مصاري ومبسوط فيهم عم بيعدهم. طيب خلينا نشوف اذا ما هو نص الاستماع في مادة التمارين. اذا المادة السماعية تقول: من اخبار البخلاء، روي عن احد البخلاء انه كان يقول للزائر اذا اتاه وللجليس إذا طال جلوسه: تغديت اليوم؟ فإن قال نعم قال: لو أنك تغديت لغديتك بغداء طيب. وإن قال لا قال: لو كنت تغديت لسقيتك 5 أقداح، فلا يصير في يد الزائر على الوجهين قليل ولا كثير. وحدث أحمد بن رشيد وقال: كنت عند أحد البخلاء وصبي له صغير يلعب بين يديه، فقلت للصبي: أطعمني من خبزكم. قال: لا تريده، هو مر. فقلت: اسقني من مائكم. قال: لا تريده، هو مالح. قلت: هاتي لك من كذا وكذا. قال: لا تريده، هو كذا وكذا. إلى أن عددت أصنافا كثيرة، كل ذلك يمنعني إياه ويبغضه إلي. فضحك أبوه وقال: ما ذنبنا، هذا من علمه ما تسمع. يعني أن البخل طبع فيهم وفي أعراقهم وطينتهم، ولم يكن ذلك البخيل يستحي من الإقرار بذلك. ومن أخبار البخلاء أن أحدهم كان يأكل ذات يوم في أحد المواضع، إذ مر به رجل فسلم عليه، فرد البخيل السلام ثم قال: هلم عافاك الله. فلما نظر إلى الرجل وقد هم بالرجوع يريد مجالسته قال له: مكانك، فإن العجلة من عمل الشيطان. فوقف الرجل فترك البخيل طعامه وأقبل على الرجل وقال: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أتغدى معك. قال: ولماذاك؟ وكيف طعمت في هذا وصرت شريكي فيه؟ يعني أتوقع كيف طمعت في هذا. ومن أباح لك مالي؟ قال الرجل: أو ليس قد دعوتني؟ قال البخيل: ويلك، لو ظننت أنك هكذا أحمق ما رددت عليك السلام. إنما يحسن فيما نحن فيه، وأنا الجالس وأنت المار، أن تبدأ أنت فتسلم، فأقول أنا حينئذ مجيبا لك وعليكم السلام. فإن كنت أنا آكلا قلت هلم أقبل، فتجيب أنت فتقول هنيئا بارك الله فيك، فيكون كلام بكلام. فأما كلام بفعال وقول بأكل فهذا ليس من العدل والإنصاف. فورد على الرجل المسكين ما لم يكن في حسبانه. يعني شوفهم لنا احنا من نص الاستماع هذا، انه في عندي 3 قصص مختلفة، 3 بيحكوا عن البخل. يعني الاولى بيحكي له مثلا بيجي عندك ضيف اطال جلوسه، فانت بدك تخلص منه لما يكون في حالة البخيل. يعني بيحكي له تغديت، اذا حكى نعم او لا انت بنفس الطريقة بتكون تعرف كيف يعني تلعب على الموضوع، ولانك يعني بخيل. فشوف شو حكى. يعني إذا واحد تحكي له أنت تغديت اليوم، حكى لك آه، تحكي له آه لو أنك ما تغديت كان غديتك غداء طيب. لكن إذا حكى لا ما تغديت، فبتحكي له لو أنت أصلا كنت متغدي لا سقيتك 5 أقداح، يعني 5 كاسات من شغلة معينة. هاي قصة. قصة ثانية، واحد رايح عند جماعة معروف عندهم الطبع بأنه هو البخل، كلهم متربيين عليه وفي طبايعهم. فبيحكي له مثلا اعطيني خبز، بيحكي له مر. اعطيني مي، بيحكي له مالح الولد الصغير. فاي اشي كان يحكيه يحكي له فيه عيب، ف
فبالتالي ضحك الأب وصار يحكي عادي، يعني هذا هو هيك طبعنا، يعني بالعكس هو يتفاخر في ذلك. أما القصة الأخيرة فهون في زي لفع الموضوع وفي استخدام نوع من الحيلة. يعني هون رجل كان قاعد وعم باكل بيأكل أوكي الغداء، شخص في شخص من أحد الأشخاص يعني مر وجا سلم عليه أوكي، فإجا رد البخيل السلام وقال له تفضل تعال كل، أو تفضل هلمة هلمة يعني تفضل. فإجا فعليا الرجل سمع هذا الكلام وإجا صار بده يقعد معه، بعدين إجا وقف قال له لا ليش هيك أنت بتعمل في العجلة من دامة والعجلة من شغل الشيطان. بعدين حكى له شو اللي بدك يا أنت، حكى له أنا أنت قلت لي تعال عندي وأنت عزمتني فأنا جاي أكل معك. قال له أنت شو بتحكي أنت شو بتخبص، حكى له يعني يم عمله إنه زي كأنه إنسان أحمق ومش عارف كيف يرد سلام وكيف يعمل، ويعني هو بحكي له بمجرد يعني أنا إجيت حكيت معك قول أنت تيجي تبادرني بدك فعل، يعني معروف قول مقابل قول، أنا بحكي لك السلام وأنت بتحكي لي وعليكم السلام، مش تيجي عندي وتتغدى معي يصير في فعل يعني. ف طيب يعني بتعتبر هاي إنه كيف لف عليه للزلمة وحكى له إنه أنت تعتبر رجل أحمق، فكيف إنه أنت بدك تيجي عندي كمان وأنت طمعت بالأكل وأنت مش يعني مساعدني بإني أنا أطلع مصاري لأشتري الأكل، يعني أنت بالمرة مش مساعدني فيه، كيف أنت شريك في أكلي يعني شريك في مالي. فإذا هذه هي 3 قصص، والثلاثة تشترك في طبع اللي هي السؤال الأول، تشترك في طبع البخل. كم عدد الأقداح؟ هي 5 أقداح. أوكي نذكر الحدث اللاحق أو السابق للحدثين. أوكي يعني خلينا نشوف إشي يسبق وإشي بيجي وراء الحدث، يعني شو الإشي اللي سبق الحدث هيو، إنه لما حكى له الرجل أطعمني من خبزكم شو صار بعد ما حكى له هيك. طبعا لما حكى له هيك قال له لا هو مر شو بدك فيه، إذن ماذا قال له؟ قال له هو مر لا تريده فهو مر. طيب خلينا نكبر لكم شوية الخط. اوكي اذا الصفة هي البخل و5 أقداح لا تريده فهو مر. اما الاشي لما حكى له الحدث اللاحق لا تريده هو مالح، اللي كان قبلها لما حكى له اسقني من مائكم، فهون تيجي بتحط لي اسقني من مائكم. طيب نكمل مع بعض. بحكينا السؤال الثاني، اذكر الحيلة التي تبعها احد البخلاء في التهرب من اكرام ضيفه اذا اتاه ومن جلسه اذا طال جلوسه وفقا لما استمعنا اليه. زي ما حكينا كانت الحيلة بانه تهرب من اكرام الضيف الاولى، يعني لما يجيك عندك على البيت واطال جلوسك، اللي هي من خلال الكذب والادعاء بان الماء مالح وان الطعام والخبز مر، وهذا من خلال هذا الادعاء بعدم حسن التصرف عند إلقاء الكلام ومجالسة الناس. نعم هلأ هي فعليا كانت بس على النقطة الأولى، هم هون قصدهم ما بده يحكي، ما بدناش نحكي عن الموقف الثالث الأخير. فبالتالي هو الادعاء بأنه الأكل خلص كلياته مش زاكي مش منيح، تمام. هاي إذا أتى. هلأ الجليس إذا أطال جلوسه بتحكي له يعني حسب الحالة الموجودة، يسأله أنت غدا أم لا، فإذا أجاب نعم يقول له بأنه كان ينوي أنه يطعمه، وإن قال لا يقول له أنه كان ينوي أن يسقيه 5 أقداح في حال أنه تناول طعامه. ففي الحالتين الضيف ما بيحصل إشي، لا في حالة حكى تغديت ولا في حالة حكى لا ما تغديت. طيب نميز الأفكار الواردة في النص المسموع من غيرها بوضع إشارة صح في ما يأتي. يعني بلاغة البخلاء في الرد وتهرب من إكرام الضيف، نعم هذا الكلام موجود فعليا، كانوا عندهم بلاغة في الرد شاطرين بالحكي عشان يعرفوا يتملصوا من الموضوع. طيب إقرار البخلاء باتصافهم بالبخل دون خجل، نعم هذا الحكي شفناه في الفقرة الثالثة أو بالموقف الثالث، وتهرب البخلاء من الإنفاق على أهلهم هاي ما شفناهاش، يعني إنه كيف تهربوا على أهلهم نفسهم لا ما شفناها. إقرار البخلاء بكنز أموالهم خوفا من إنفاقها على السائلين، ما فيش هون اشي يعني حكي صريح بهذا الموضوع. فاذا الفكرة الرئيسية الواردة في نصنا هذا هو الف وباء. طيب السؤال اللي بعديه، نوضح السبب الذي جعل البخيل يصف الرجل المار بالاحمق في ضوء ما سمعنا اليه في القصة الثالثة.
طبعا ليه حكى له انه انت احمق بالموقف الاخير؟ هل هو ادعاء بالحمق من خلال انه اتهمه انه متعجل وفي ذلك ندامة، وانه شريك في طعامه واستجوبه عمن اباح له بماله، وهذا به تملص من اطعامه. وكمان ما ننسى انه حكى له إن كيف يعني انت بدك تبدل الاقوال بافعال، فاذا هاي كمان شغلة اخرى يعني من ضمن الاشياء اللي برر فيها انه ما بده يطعمي العيش. طيب نستنتج المهارة اللي برع فيها البخلاء جميعها في النص المسموع. حكينا هي المهارة الرئيسية كانت بأنه كانوا يلفوا على الموضوع وكانوا يكذبوا، فبالتالي هو التملص من إكرام الضيف، وذكائهم في الرد، الذكاء في الرد وفي لف المواقف، يعني عرفوا كيف يلفوا على الموضوع، وسواء جاوب الضيف آه بلاقي حيلة، سواء جاوب لا بلاقي حيلة، سواء عن جد صدق حاله وإجا لما أنا قلت له تعال تفضل تغدى معي بيجي، أنا بلاقي لي حيلة ثانية عشان أبعده عني. طيب رقم 4، نوضح التعليل الذي قدمه البخيل ليسوغ أو ليسوغ بخل ابنه وفقا لما ورد في النص المسموع. شو التعليل يلي قدمه البخيل عشان يحكي إنه والله عادي ابني بخيل عادي ما فيها إشي؟ هو حكى التعليل بذلك عادي هو طبع من طبائعنا، لما حكى بكل تفاخر يعني هو بيحكي لك شيء يعني هاي اشي فينا نحن ما بنقدر نغيره. فإذا قال بأن الأولاد يرثون الصفات والأخلاق من أهلهم. طيب نستنتج أثر البخل في نفس صاحبه وفي نفوس أفراد أسرته. هلا هذا سؤال خارجي أو استنتاجي أو خاص فيك أنت، شو أثر البخل علينا نفسنا أو على صاحب على النفس الإنسان نفسه البخيل وعلى أفراد أسرته؟ فبنحكي إن البخل هو سبب لحرمان الرزق على البخيل وزيادة طمعه وخوفه أن تضيع الأموال أو تسرق، أو قد يمرض فلا يتداوى، مما يؤثر على صحته وصحة أقاربه بهدف توفير الأموال وعدم صرفها في الأمور الأساسية حتى لو على حساب صحته وصحة أفراد أسرته. فقد يبخل الشخص بماله، بنفسه، بوقته، وقد يمتنع عن تأدية حقوق الله أو النفس أو الخلق. يعني نتخيل هي مش شرط انه بس بالمال البخل يكون، هاي المشكلة. يعني لما اجي احكي له تعال بدي اقعد معك يكون بخيل بالوقت، مثلا ايضا بخيل بالنفس، حتى ممكن بخيل بعبادته لله. فالبخل مش بس خاص في المال، هاي واحد، وبالتالي اكيد رح تأثر على نفسيتك ونفسية اطفالك. يعني لما تبتعد عن عبادة الله شو بده يصير فيه الانسان؟ لما تبتعد على انك تجامل الناس ويصير في عندك شوية تكافل اجتماعي بسبب يعني هذا بخلك في الوقت، كمان هاي مشكلة. وأهم شغلة لما تصل الشغلة للصحة تمرض وتحكي لا ما بدي أداوى عادي خلص بتروح، وهذا مصيبة يعني. بالتالي هذا الإشي بيأثر مش بس عليك، أيضا يؤثر على أفراد أسرتك. طيب نكمل مع بعض بقية الأسئلة. بحكي لنا هون أتذوق المسموع وأنقده، نعين أبرع شخصية في التهرب من إكرام الضيف حسب رأينا وحسب وفق ما سمعنا في هذا النص المسموع، ونوضح رأينا ونعلله. مين أبرع شخصية من الشخصيات الثلاثة اللي شفناها؟ أنا بالنسبة إلي يعني أنت كل واحد حسب رأيه، يعني هاي شوية أسئلة تكون شخصية، كل واحد بجوز يكون رأيه غير عني. فأنا مثلا بالنسبة إلي أعجبتني الحيلة الأولى والتي تقال لمن أطال جلوسه، طبعا يكون يعملها البخيل لمن أطال جلوسه بأن يسأله أنت غدا أم لا، فإذا أجاب نعم يقول له بأنه كان ينوي إطعامه، وإن قال لا يقول له أنه كان ينوي أن يسقيه 5 أقداح لو أنه تناول طعامه. فأنا بالنسبة إلي يعني هون كيف الرد في الإجابات هي تعتبر شخصية بارعة، فإنه عملية الرد في الإجابات ليست عملية سهلة أبدا، فبدك تكون حذق وتكون ماهر في الاستماع وكيف يصير ردة فعلك، وإنك تختار الجواب المناسب اللي فعليا كلامه صحيح يعني 100%. أي شخص من برا بيعرف إنه ما بيعرفش إنه هو بخيل خلص بتمشي عليه. طيب ورد في النص المسموع أن أحد البخلاء كان يعترف أنه هو من يعلم البخل لابنه الصغير، موحيا إنه البخل هو طبع فيهم بأعراقهم. هل ما تراه أو إنه شو بتعتبر يعني هل إنه البخل فعليا هو عبارة عن طبع من طبائعنا؟ طيب خلينا نحكي إنه في عيلة متربية على الكرم، بالتالي هو شاف انه حواليه حسب تجارب الناس اللي حواليه في بيئته في اسرته انه كلهم كريمين، هل يمكن انه البخل يغلب عليه ام الكرم؟ لما تكون انت عايش في عيلة في عندها نوع من الكرم
أكيد إلا تتأثر في هذه الحالة العائلة، يعني ما رح يكون عندك بخل أبدا هلا، فبالتالي سوف يتغلب عليه الكرم لأنه نشأ عليه وتطبعت طبائعه فيه، فبالتالي رح ينقلها إلى أبنائه. طيب نكمل مع بعض أعزائنا. هلا هون بالدرس الثاني في عنا إدارة جلسة حوارية، يعني كيف أنت بدك تعمل زي هيك، شوفوا كيف الناس قاعدة هون. عادة تستخدم هاي الجلسات الحوارية بالاجتماعات، الجمعيات، باللقاءات، كتير موجودة مثلا بيعملوها في نشاطات الجامعات ونشاطات المؤسسات والشركات. فمثلا انت حاول انك تكون مدير لجلسة حوارية مع اسرتك انت حول القيم والعادات التي يختلف عليها جيل الابناء وجيل الاباء حسب ما تعلمنا في كتاب الطالب. شو هي الاهداف او يعني بسموها اساس الجلسة الحوارية؟ اذا بدك تعمل جلسة حوارية بدك تحكي بالبداية عن أهداف النقاش ومحاوره، عن شو بتهدف الجلسة، تذكر المتحدثين بأهمية الالتزام بقوانين النقاش، تحافظ على الهدوء، تقدم مداخلات لإثراء النقاش، تحافظ على الموضوعية إنك أنت ما تنحاز لطرف دون آخر، وتراقب بحزم كيف إنه أنت عم بتوزع الوقت والأدوار بين المتكلمين. وبهيك يا حلوين نحن نكون خلصنا درسنا الأول والثاني اللي حكينا فيه عن الاستماع في كتاب التمارين. في آخر وحدة أكيد تابعونا على قوائم التشغيل الخاصة في الصف السابع الفصل الدراسي الأول لبقية الفيديوهات. كل تحية لكم وكل توفيق لكم، واللي إذا لسه ما اشتركتوا في القناة اشتركوا وتابعونا. إلى اللقاء.